السلام عليكم. لا نسر سيدنا بارك الله فيكم، حنا مضرورين من انا عيشة حماد مع عيشة متوكل ساكنة في واويس اخت الجامعة التزرد. لا جزيكم بخير، حنا مضرارين، جاتنا هاد الزنزال راه ما عندنا ما نديرو، كلشي الدار بطخليه لنا وكلشي الدار الدوار بيت تخلى. لا يرحم والديكم، لا نسر سيدنا، لا جزيكم بخير كلشي الدار. قول لي يا شريفة، واش السلطة المحلية ما جاوش قيدوكم في الإحصاء؟ أسيدي جا القايد، حنا فرحنا قلنا راه جا القايد، جا حتى لهنا رجع، قالوا لي الدراري جيها القايد، جيت بالفرحة نتلاقى معاه ما لقيتو، مشى المقدم جا ثلاثة المرات، ما دق عليا، ما قال لي واش كنتي البارح تلاقيت معاه، قلت لي إبراهيم أجي عندنا، قيدنا، قال لك لا حتى تجي لجنا، قلت لي واش أنت لجنا؟ ثلاثة المرات جيتي ما جيتي عندي. ما تليتي عليا، انا الراجل عيان وانا عيانه، شكون اللي بيجري علينا؟ شكون اللي بيصير عليا؟ شكون اللي بيبني؟ وشاف هذاك، شاف كل شيء بعينيه؟ لا دايز معايا البنين، ما دخل عليا، ما جا عندي للدار، قلت له زيد انا تنعس غير في برا، انا وولادي، ولادي وبنتي وولادها، ذاك النهار من اللي كاين الزنزال نعسنا في الروضه، هاد الروضه القديمه نعسنا فيها انا وعفروشتي نعستو في الروضه ديال الموتى، ديك اللي القديمه تنسات، ونعسنا فيها انا وبنتي وولادها وعروستي وولادها. وشحال نتوما كتنعسوا فيها؟ النهار الاول ملي كان زنزال ديك الساعه خرجنا نعسنا تما، ملي قالوا لينا الدراري راح تخلعنا في الروضه، مشينا عند هاد البحيره راه فيها الزيتون ديال المدير، نعسنا فيها، نعسنا فيها حتى درني ركابية، جاني الروماتيز، عندي الروماتيز، حتى جاني البرد، وليت قلت لها بغيت نعس في الدار، إلا جات الموت تديني في داري، ولات بنتي حاملة، اسمحي لي، بنت العيالات، تا يمرتوني إلا بعد الحاملة اللي بغات تولد، قالت لك على راه لا عيشة ما تخليني، أش بغيت ندير لهم لا السبيطار، لا القابلات، لا الطبيب، لا فين غنمشيو هاد الدراري تخلات لهم المدرسة، حنا مضرورين. الجهه اللي كاينه راه مضروبه. ودابا الدراري كيقراو ولا ما تيقراوش؟ ما تيقراوش. علاش؟ قال لك راه مشكوك قال المدرسه، اصلا ما داروا ليهم لا الخيان، ما داروا ليهم شي حاجه. دابا المدرسه ما تيقراوش فيها؟ ما تيقراوها الدراري. حنت مشقوقه. مشقوقه. والديور حنت مشقوقين؟ تنباتوا في الخوف. تنباتوا في الخوف. هاد الحانه اللي بات تولد هي بنتي دابا راه في 6 شهور، فين بغيت نديها؟ ما كاينه السبيطار. ما كان الدار كله مشقوقه ليها، فين بغات تنعس؟ ما عندي الدار نديها ليها، حنا مضرورين كاع مالين الدوار مضرورين، كلشي الدوار مشقوق، اللي جا قال لك راه نتوما ما طرا لكم شاي، حتى تشوفوا مولاي ابراهيم اش طرا فيه؟ على حنا اللي ما حنا فينا في الحياة، اش بينا يحنا فينا في الموت؟ إلا مشيت للقبر حتى واحد ما يحني فيا، اللي ما حنا فيا في الحياة ما يحنا فيا، ما يبكي عليا إلا جاتني الموت، إلا موت. واش هادشي الحق ولا الباطل؟ الله يجعل البركه في الملك، الله يجعل فيكم البركه، الله يرحم والديكم، الله يجازيكم بخير نتوما اللي حنيتو فينا وجيتو عندنا وعطيتونا الوقت، الله يبارك فيكم. هذا الواجب لاله. هذا الواجب. لا يطول عليك. دابا الشق لاله عيشه ياك؟ عيشه. هاد الشق دابا اللي عندك واش يعني كبير ولا صغير؟ قاع الدار مشقوقه. انا عندي اللوح، عندي التابوت، ما عندي البريك ولا الحديد باش تشد الدار، مشقوقه. يعني عايشه في الخطر؟ عايشه في الخطر. قلت لهم اودي جيو غير قولوا لي هاد الدار خرجي منها ولا قعدي فيها، راه ما فيها الباس، وانا حتى واحد ما دق عليا. ما حاولتوش الجمعيه عندكم هنا تمشي دير واحد المراسله للسيد القايد بهاد السيد القايد جا حتى للدوار وجرى على رجليه ورجع دغيا، كاع ما شتو، اذا شافني هاني هاوجهو. انا خرجت ما جاش عندكم هنا، ما جا حتى الدوار نزل من لا عندكم هنا ما جاش، انا ما دق عليا، ما دق على حد ما واش جا، ملي جا خاصو يجي يدق بحال 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 الا باطنا ولا خويا ولا يقول واش المخزن هذا ولا شكون اللي قال له المخزن؟ لا مقدم راه انا ما شغلي. قلت له ملي ما شغلي ما شغلو يحط ديك الشكاره ما يهزها، علاش ما يهزها؟ هذه مسؤوليه ديال المقدم يجي يقيد الاحصاء ديال الناس اللي متضرر. واش انا كبر من امو؟ ما ولدت امو حتى عييت، انا حتى ولدت 7 ولا 8 وجات تضحك عليا، قلت لها اجي، قال لي حتى تجي لجنه.
شاء الله. اشنو كطالب بها العشاء؟ كنطالب الدار السكنه، البهيم ديالي في الخطر وانا في الخطر، الراجل عيان ما عندي حتى حرفه، ما عرف حتى حرفه، حنا عيانين مالين الدوار كلشي نشقق عليهم الدار. بارك الله فيكم، الله يجعل فيكم البركه. شكرا. حنا تنطلبوا السكنه، تنطلبوا المدرسه الدراري مدوعين، تنطلبوا شي سبيطار ولا شي دار للولاده، راه العيالات تكرسوا. شوف هذا السيده، قربها شويه. الله يطول عمركم. الله يجزيكم بخير. شوف المعاونات اللي اليوم هذا يوصلنا، هذه المعاونه الاولى عطاونا غير شي حاجه قليله وحنا مضرورين. اشنو هو الدار اللي عندك الا انتيا؟ الدار عندي، الراجل شاف جيت تشوفي بعيني. دابا الدار اشنو عند المشكل عندك فيها؟ عندي فيه واحد الشق. عندك انت انتيا عندك الشق؟ الشق راه شاف هذا الولد جا عندي. ودابا كتباتوا فيها ولا لا؟ لا تنباتوا واحد الزريبه لتحت. يعني ما بقيتوش كتباتوا في الدار؟ لا علاش ما كتباتوش فيها؟ خفنا طيح، قالوا لي حتى نهار 30 يوم باقي الدنيا غتحرك، داك الشيء اللي سمعنا في الاخبار راه ما سمعنا فيه، سمعنا غير في الفم ديال الناس، راه غطيح الدار، راه غطيح عليكم الدار، وخرجنا تنعسوا غير في واحد الزريبه. القايد المقدم اشنو داروا معكم؟ القايد جات لهنا ما عرفتش، قال هو والمقدم والشيخ ورجعوا دغيا، ما قالوا لينا ما خرجنا ما والو، ما عيط لحد وبشاح بحالو، ما قال لينا والو، ما قال لكم حتى كلمه؟ لا ما قال لينا حتى كلمه، الله يرحم والدي، ما قال لينا حتى كلمه، الله يرحم والدي، لا يجزيكم بخير، طلعوا علينا. هيك سمعتوا والدراري راه ما تيقراو، ها المعلمه تنعسين في الدور الفوق. عاش الملك، 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 الله يرحم والدين، لا يطول عمره. ما كيسن ربي؟ الحسن اكل شوط، الحسن اكل شوط، الجماعه تزار، هاتي وشاد القيد غير يقيد غير تجمع ولي حقاقيات، هات ولي زريات ولي حقاقيات. وديك كي دار لكم ناي؟ وديك كي دارنا غير كاتينا ضرب سيدي البيت عدد القايد المالي، عرف الله غيعفو، عرف الله غيسر، هذا غيبنو ماني غنتيني يخدم شكاو الدار، عرف الله يضعف، عرف الله غدر، الله يرحم والديهم. ما انا غندقال لكم غيلات. غيلات؟ دار قال غير دار الجار غير هاتي. ايوا غير جا انت لا، الله يرحم والدي، الله يصلح المالي، عرف الله تيسر ربي، تيعاون ربي. انت ولا القايد انت تيمش كذا غير دور لي حق والو، ونكولو يكا زوار. ايوا غير جا انت انا، عرف الله غيسر ربي، نكني ولا نوتني، عفو ربي في الجميع، عاون ربي الخلائق، يسر ربي في كي جاتيان. ايوا غير جات انت انا. مش كان غد قمي. اه مش كانت تلا غد قمي. كي يدمي؟ لا كيش، لا كيش 8. 8 ديال الخلق؟ ايه. من غد قان غيلاد؟ دار قان دار قان غد قمي غي هاتي. دار جرنون؟ يا جرن يا. يا. اه غير جات انت انا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.